بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 7، شوف المقطع ثاني، شوفي الأوفر أو الهيت ترانسفر كوفيشنت. الهيت تشينجر يكون عندنا إنر فلو وأوتر فلو. الإنر فلو داخل البايب الداخلية، وما بين التو بايبس اللي هو الكونسنتريك بايب هنا يسري فيه إيش اللي هو الأوتر فلو. طبعا هذه البايب لها سماكة لأنها سوليد، صح؟ ويحصل عن طريق إيش؟ كوندكشن. داخل البايب يحصل كونفكشن ما بين الفلود وسطح البايب الداخلي، وبعدين هنا كوندكشن داخل البايب. من السطح الخارجي للبايب والفلود اللي هو الأوتر فلو يحصل إيش؟ يحصل كونفكشن. إذا كمية الحرارة اللي تنتقل هي في هذا الاتجاه من الإن إلى الأوت أو العكس. إذا هنا في عندنا الريزيستنس تبع هذا الول اللي هي موجودة عندنا معروفة قيمته، وهذا اللي هو الأوت وهذا اللي هو الإن تبع الكونفكشن. تالي بهذه الطريقة نحسب الآر توتال. إذا كمية الحرارة اللي قلنا من شوي إنها تنتقل من الإن للأوت أو العكس، هذه تساوي الدلتا تي على الريزيستنس. الريزيستنس مقلوبها يساوي إيش؟ يساوي اليو إي اليو اللي هي الأوفرول هي ترانسفير كوفيشن. نفس كمية الحرارة اللي انتقلت من الأوتر هي اللي انتقلت للإن، إذا نفس اليو إي سواء قلتها بالنسبة للإن أو بالنسبة للأوت هي نفسها. لاحظ الدلتا تي هي نفسها فيهم كلهم. إذا الريزيستنس مقلوبها إيش يساوي؟ صار يساوي واحد على هذا، ويساوي كمان واحد على هذا اللي هو عندي هنا وهنا، ويساوي كمان واحد على يو اي للدلتا تي بصفة عامة. هذه شفناها في السلايد الماضي. هلا نحن عندنا هنا إذا اختصرنا هنا الدلتا تي صار عندنا اليو اي عند الانلت واليو اي عند الاوتلت متساويين، لكن اليو اليو عند الانلت وعند الاوتلت ليس متساويين ابدا، لانه اصلا المساحة تفرق عند داخل البايب والمساحة داخل البايب مختلفة. في بعض الأحيان تكون سماكة هذه البايب قليلة جدا، وبالتالي يصير الانر والاوتر دياميتر لها تقريبا متساويين، تقريبا متساويين. إذا لما يكونوا متساويين تقريبا يكون النسبة ما بينهم هي واحد، واللوج تبع الواحد يساوي كم؟ يساوي صفر. إذا الوول هنا كله ريزيستنس تبعه تساوي صفر زي ما شفنا هنا تقريبا. لما يكون يساوي صفر فمعناها صارت الـ AN والـ AOUT متساويين، نسميهم AS. لما يكونوا متساويين معناها حنختصر الـ AI والـ AOUT من هنا والـ A من هنا كلهم متساويين، إذا صار عندنا هذه العلاقة. دائما تقريبية لأن الشيء اللي سويناه هنا تقريب. The overall heat transfer coefficient U is dominated by smaller convection. يعني مين في هذو الاثنين أقل يكون هو السائد على اليو الموجود عندنا. مثلا إذا كانت الـ HI أقل بكثير من الـ HOUT فمعناها واحد على HI أكبر بكثير من واحد على HOUT. واحد على HI الموجود عندنا هنا صارت أكبر بكثير من واحد على HOUT، إذا صارت هذه قيمتها قدام الثانية هذه تساوي تقريبا صفر. إذا ما بقى عندنا إلا أنه واحد على U تساوي واحد على HI، ما دام المقلوب متساوي تقريبا فالU إذا تساوي HI. هذا الشيء هذه الحالة تكون عندنا لما يكون عندنا من ناحية عندنا غاز، من ناحية الأخرى في عندنا ليكويد. مثلا إذا كان عندنا داخل البايب هنا في عندنا ليكويد، وفي المنطقة اللي هي annular space هنا في عندنا غاز، هذه الحالة يكون عندنا تقريبا U تساوي HI. إذا لما يكون عندنا في هذه الحالة وهذه الحالة، لما يكون عندنا غاز من ناحية وليكويد من ناحية، هذه تحصل عندنا في الراديتر تبع السيارة. إذا نستخدم الفينز الزعانف علشان نزود اللي هو اليو اي، وبالتالي نزود الهيت ترانسفر دي سايد. لما نزود اليو اي لما نحط الفينز فمعناها زودنا الاي، صح؟ الاريا زودناه. شوف هنا بعض في هذا الجدول فيه يعطيك
الاوفر اول تقريبا يعطي قيمها مثلا ما بين ليكويد وليكويد. ايش اللي يحصل؟ لاحظ ان اليو هنا قيمتها كبيره، لما يكون هنا ما بين ليكويد واير زي ما شفنا المره الماضيه في الفينيد تيوبس، طبعا الووتر يكون هو اللي في التيوب الداخليه، لاحظ انه يكون عندك الاوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت اقل بكثير منه لما يكون عندي سولي ليكويد تو ليكويد. وفي عندك عده انواع اخرى من الهيت اكسشينجر في هذا الجدول. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.